منذ ستينات القرن الماضي استقروا في أماكن مختلفة من الأردن. الرحل منهم باتوا يشكلون نسبة ضئيلة. ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟ وهل هم في طريقهم إلى الزوال والإضمحلال كما يشاع؟ بدو الأردن، حكاية هذه المرة تحديدا من منطقة المفرق. فلنبدأ. متمسكون بعاداتهم وتقاليدهم التي اعتادوا عليها وورثوها عن أجدادهم وآبائهم، منهم من ينطلق خارج البادية صوب الجامعات بغية التحصيل العلمي، استقبلوني بحفاوة بالغة وذهبوا بذاكرتي إلى الخيمة والقهوة المرة والترحيب والتأهيل. انفردت بأحدهم الذي درس في كلية الطب وتخرج منها ثم أصبح نائبا في البرلمان الأردني. هيك هسه لبسنا بدوي، هذا الثياب، هذا الثوب التقليدي لباس أهل البدو. دكتور، نشأت بدوي، استمريت بدوي ولا تزال بدوي؟ البدوي بالمعنى القديم هي الإنسان البدائي، تنقله من مكان إلى مكان طلبا للمي والعشب مشان حلالهم. لكن اللي أنا زادني فخر بالنقطة هاي إنه استقروا جماعتي وأهلي وقرايبي، فأعطاني هذا الإشي نوع من الثبات والاستقرار من الستينات وجاي، فصرت أعتز ببداوتي بقيمها العالية جدا اللي قد تصل إلى نقطة معينة إنه هي مسلكيات للحياة بشكل عام. وكان طبيعيا أن أسأل بداية عن سمات البداوة. تمتاز البداوة بالأخلاق الفضيلة، من الصدق، من الإخلاص، من الحكمة، من كرم الضيف والأدب الحديث. اختلاط البدو بالمدن والتطور الحاصل عموما في الأردن الثراء إلى حد كبير على البداوة. البداوة تكاد أن تنحصر، وقيمها، خصوصا قيمها الراقية والقيم التي تعطي انطباع للآخرين أنها نظام اجتماعي متكامل ومتكافل. هذه القيم بل يعني بدأت بالتآكل مع تآكل البداوة. صار الآن في هجرات باتجاه المدن للطبقات المثقفة للعمالة. ومن الضروري في هذه الحالة الحديث عن كيفية الحفاظ على الموروث البدوي بكافة ما يحمله من معاني. سياسة الدولة تطلب الاستقرار. الاستقرار ينبع من القيم البدائية الأولى اللي هي أسست ثقافة الثقافة المجتمعية. فالدولة بصراحة يعني في سابق عهدها كانت تعطي الكثير من الاهتمام لهذه القيم الموروثة، ولكن أنا يعني ألاحظ وسجل عتبي أنها لم تؤسس ولم تؤطر لقيم البداوة الأصلية الموجودة بالمجتمع. هسه الحكومة قاعدة تسوي ود نواب البدو خفضوها، ترى هذا فحوى يعني أصلا اللقاء. نواب البدو يقول لك كل نائب ما يمثل 10,000 من البدو، تعال على المخيمات وعلى المدن كل واحد عنده 200,000 300,000، فهو بيقللوا عدد نواب البدو.
يعني هذا المقصود إلغاء العشائرية، وهذا البلد قامت على العشائرية خاصة البادية دكتور، يعني ما يقبلوا أنه واحد يخش عليهم نائب خارج المكان. تغيير جديد بده يصير يخش عليه، لأنه هو معه مثلا معه 10,000 صوت، مو بحاجة ولا صوت واحد منهم ويجي ينزل على البادية ويفوز. وثمة القليل من البرلمانيين ذوي الأصول البدوية. احنا تقريبا البادية في الأردن 3 مناطق، الشمالية والوسطى والجنوبية، لكل منطقة 3 مقاعد بدوية، لكن تمثيلنا النسبي لعدد السكان، عدد السكان مع عدد الكراسي لا تنسجم. تمثيلنا لا يعتبر كوتا، وإنما منطقة مغلقة. احنا نطالب أن تكون هاي المناطق تحافظ على قيمها، وهي أحد سياسات المطلوبة من الدولة أن تحافظ على نظامنا الإغلاقي لأبناء البادية حتى نحافظ على أسسنا وتواصلنا مع الدولة. ضيف الله لم ينقطع عن أهله وأهل منطقته، ويتابع معهم يوميا شؤون الساعة ومشاكل الحياة. أنا كنت طبيب، وصلت رتبة مستشار، وخدمت 23 سنة بالمستشفيات الحكومية والرسمية. كان لي الشرف أنه أخدم قرايبي وأخدم المجتمع اللي حولي، فتطورت العلاقة بيني وبين المجتمع المحلي وأواصر المحبة والتعاون، ونزلت للنيابة وفزت بالنيابة. وجدت أنه لابد أني أنا أكون أتواصل مع هاي الحاضنة الشعبية. الحاضنة الشعبية إلها مشاكلها الجمة، الفقر والبطالة والجفاف، بطلوا يعتمدوا على المراعي، بطلوا يعتمدوا على الأغنام. الآن أواجه صعوبة جدا بالتعامل معهم، لأني أنا في منطقة بحاجة ماسة هم للخدمات. الضغوطات بالأمور الخدمية للنائب موجودة بشكل واضح، ولكن لابد لكل شيء ضريبة، اللي بده يتواصل بده يتحمل. علاقتك بزوجتك؟ لا هي مش موجودة. حكي بصراحة. بصراحة زوجتي تدرس ماجستير الآن بطريقة للدكتوراه بالجامعة البيت، وعلاقة مميزة جدا، رغم أنه يقول الله يكون بعونها من الضغوطات اللي عليها واستقبالها للمواطنين. طبعا تعرف يعني بشكل عام الزوجات يطالب بالرحيل إلى أماكن أخرى، لكن إحنا يعني حاب نصمد، معنى كلمة الصمود ونتحمل الزيارات المتكررة اللي هي بدون توقيت أحيانا وأي وقت وأي زمان، والاتصالات وطلبات الخدمة. فالله يكون بعونها، رغم اللي ما لبيتها طلب أنه نتغير مكاننا، لكن عليها حمل كمان هي كزوجة نائب. بنت لجويل حطها ببيتك وعليها للزيت. وأنت بنت لجويل. أيوة وأنت بنت لجويل. خارج حياته الشخصية يسعى ضيف الله إلى الاهتمام الخاص بالبداوة. السائد عند الناس أن البدوي هو موجود في البادية يرعى الغنم فقط ويجلس في المجالس وإلى آخره، بس عم بفهم منك أنه لا، في علم، في ما يشبه الدولة الصغيرة داخل هذه الدولة الكبرى. يعني الآن البداوة أصبحت مستقرة في وجود، ما بدي أحكي آلاف وإنما مئات الشهادات العليا في شباب البادية. وللأسف هاي نقطة مرات أحيانا يكونوا عاطلين العمل، لأنه هنالك في نوع من التهميش من الدولة للبادية. ففي استقرار للبادية، في تمدن أو تحضر للبادية. الهم الرئيس لضيف الله وقف محاولات التهميش للبداوة. لاحظت وجود تهميش لأبناء البادية الشمال أو الوسط أو الجنوب، التهميش بالمراكز القيادية العليا، التهميش بالتوظيف، التهميش يصل إلى توفير سبل الحياة الكريمة. يعني عندنا الفقر والبطالة قد تصل إلى بإحصائيات الدولة 13-15%، ولكن عندنا تصل إلى 60% و70% في مناطق زي مثل الرويشد. هذا تهميش، هذا عدم اكتراث من المسؤولين في الصف الأول لأبناء البادية. طالبنا الحكومات وعدنا أن تكون هناك منطقة تنموية مستقلة، ولكن ليس كل ما يقال يثبت ويطلع نتيجة معينة في النهاية.
من هنا من المفرق سأتوجه إلى مدينة مأدب. هناك سنتعرف على علاقة الشعر بالبداوة وعلى المزيد من تفاصيل الحياة البدوية اليومية. المزيد بعد الفاصل، انتظروني. اندمجوا بالمدنية منذ فترة طويلة ودخلوا الجامعات والدوائر الحكومية، لكنهم يحنون دائما إلى بيوت الشعر وإلى مناطقهم الأصلية. ليث واحد منهم. اتجهت صوب أحد منازل بدو الوسط لأتعرف على طريقة حياتهم في المدينة وعلى أحد شعراء الشباب. الحفاوة في استقبال الضيف تتكرر في المدينة كما في البادية. احنا البادية الأردنية الصبغة ما زالت موجودة، حتى لو سكنوا بيوت الحجر والمدن والقرى موجودة الصبغة البدوية بأعرافها بتقاليدها بعاداتها موجودة. ما زالت الأعراف والقوانين العشائرية تطبق يعني جنبا إلى جنب مع القضاء المدني. قابعون في المدينة، لكن عيون من جالستهم تتجه صوب البادية، صوب الجذور، ومنهم ليث، الشاعر الشاب الذي أنهى دراسة البكالوريوس في الإعلام والذي يتجه باستمرار إلى المناطق التي تبعده عن المدينة وتوفر له السعادة البدوية. ملاحظ منك لابس لأني واكبت حضارة مع بادي، مو زي قبل إحنا كل يوم على خيل أو كذا. اليوم تركب سيارة ويمكن دك تشتغل شغلة يمكن الثوب يعيقك. ليس أنت تركب خيل؟ نعم. بس دك تلبس اللبس البدوي؟ نعم. ليث، بتلاقي روحك هون أكثر من المدينة؟ نعم. شو السبب؟ السبب تعودنا عليها وهلنا ربع عليها، وزحمة. أنا أحبها عمان بس هي زحمة. هنا المنطقة فضة، العين ناظر ما في شيء يكسرك عنها، تاخذ مدى. بعمان بدك تناظر يمكن عمارة برج يضرب بعينك ما تشوف. هاي المنطقة تساعدك على الشعر أكثر؟ الإنسان كل مكان يطلع معاه شعره مديحا بالبادية بالغزل أو بالمناطق الخلا، لا ضاق صدرك ودك تتفله أو لا. إذا ودك تآذي شاعر اسجنه، يصير من القهر يكتب يطلع شعره حزين. إذا متضايق من قصة حب، من نكد، من خوي مزعله، يدور الفضاء، يمكن يقعد بروح، مو شرط يمكن يقعد هان، يقعد بمنطقة مشرفة عالية يتفرج وناظر ويتأمل بهالدنيا مش صفت بيه. يبو عيون سود سمر ونعاس، ماخذ النلمها أجمل خصلها، والشفايف كنها جمرتين الماس، تحرق الريق المحلى من عسلها. هنا في هذه المنطقة التي يرتدها ليث كل شيء مؤمن لحياة البداوة، الخيل وبيت الشعر والضيوف. يا بنات الجامعات لكم مني تحية،
للي لها العلم دارسات من الصبح لين المسية، أما لابسات التايت فكري فيهن ما هو غبية. أقول أنا للتايت بهناديت وقلبي من الداخل فيه عيا وعيا، وش هو لبس أمريكاني منها جيت يم هلا البادية هيا على هيا. ترتاح أكثر كمان ببيت الشعر أكثر من البيت تاعكم؟ طبعا مفتوح. شو بتلاقي فيه؟ طبعا ريحة جدودي، ريحة جدتي، ريحة إخوياي، ريحة البداوة، الريحة القديمة اللي ما تغير عليها ولا تلوثت. بيت الشعر يدل على الكرم، ما في باب مسكر عن الضيف، مفتوح يخش وخشاشنا يخش بدون ما يلاقي إشي يحده عنه، فاتح يا هلا. الآن الباب مسكر، واحد يرن الجرس قول لفلان مو هان، تغيرت الأطباع. أنت بتحب الحرية؟ آه طبعا. ماني بشاعر ولا بقناص ولا بخيال إذا ما كنت راعي حرية. وفي عمر ليث خمنت أن هاجسه الرئيس في كتابة الشعر نابع من الحب. أكيد عندك قصائد كثيرة عن الغزل. نعم. مين حبيت؟ شيء قديم وراح. الله يستر عليهم وشيء وقضى. فطبعا كل شاعر لو تفتش عليه إلا توجد عنده يمكن لو بعض أبيات من الغزل، لأنه الإنسان بدأ حياته مع الشعر بالغزل. بدي أبياتك أنا. سلام على اللي نعزه ويعزوها هنا، مسكنه مسكن العز مع الجار وولد عمه، يا ليتني أشوفه قبل ما ياتي أجنة، أشوفه ويشوفني واجلس يمه، وأعطيه من القصيد لين ما يتبسم منه، وأتصوره عندي لو كان غايب النجمة، أبعد وأصد كل من عاذنا واكتم اللي بالقلب وأجظه، لو سود الليالي من هو فيها تركنا، الله لقضي عمري على الفرض والسنة. خلاص بعديها بدأ أمشي على الدين وما ودي أسوي شيء غلط. والله شميت بنده يحبوك إلا يعني. ليت. عين الله على هالسالفة، بس القلب ما يهوى يعني ما يقدر يهوى ألف ولا 200 ولا 300 واحدة ورش. بس واحد. إلى جانب موهبة الشعر التي اكتسبها ليث عن والده، كان الإعلام رفيقا له طيلة فترة الدراسة. الإعلام قلت أنه مفتوح ويمكن يصقل موهبتي، يعني حتى صقل لي موهبتي أني ما يصير عندي رهبة من كاميرا أو شيء، ولقيت حريتي بي يعني حتى مجرد محاضراتي يمكن ما كنت أكتب وراء الدكتور بشيء، إذا متضايق من المحاضرة بشيء أقوم أكتب قصيد. كيف بتقديرك وسائل الإعلام بتعكس فعلا حقيقة الحياة البداوة؟ بعض مسلسلات أظهرت أنه البادية كلها غزو، إني أغزي القبيلة الفلانية واخذ حلالها، البدو مو مثل هيك. البدو عندهم حلالهم ويقروا ضيفهم ويطعموه ويقوموا بخير واجب، إذا ودي حارب قبيلة يكون منطيها مرسال إني أنا جاي أحارب هذه القبيلة، يأخذوا عدتهم ويطلعوا عن العرب مشان بعيد عن الحريم وعيال وكذا. ما هي سلب البادية، وكان لها قضاتها، لها شيوخها، سعاداتها، سواديها، تحميها، ما حد يعتدي على الثاني. نبشت ما في داخل ليث من انتقادات حيال الحكومة بشأن علاقتها بالبداوة. يمكن في غيري ما قادر يطلع موهبته، ظروفه ما ساعدته، وإحنا قابحنا وحاربنا لجل نصل ونلاقي قبول عند الناس. فلو وزارة الثقافة والدولة إنها تسير لها البادية إلها لجان تطلع وتلف تفتش تسأل بين هالشباب تلقى تأخذ هالشباب وتتبناهم. في ناس عنده موهبة يمكن لا تقدر بثمن، تلقاه حارس على باب مدينة. كأنه في هجرة من البادية للمدينة. اللي بالكرك مثلا سكنوا عمان حسب وظائفهم. الزرقة طبعا هي منطقة الزرقة هي تجمع جميع الأطياف. من جميع الأطياف سكنوا هناك كون الثكنات الجيش وكذا كلهم بالجيش، فسكن هو وعيلته أقرب له.
بعد حديث ليث العامة عن إشكاليات البداوة حاولت الانتقال به إلى الخاص. بأمانة تحكي لي، أنت بتحب زوجتك تكون حضرية ولا بدوية؟ أنا والله هذا النصيب عند الله، بس زي ما يقول المثل يقول خذ من ثوبك أخاف يعني ما تفهم كلامي أو شيء، فهو أنا أقول يعني أخذ من ثوبي. يمكن أنا واجهت في ناس يمكن كنت أحاول أفسر له الكلم، يعني هو يحبه كلامي ويحبه الأخلاق والأدب، عمره ما طلع منه إساءة وكذا، بس يعني هذا نصيب عند الله، والله ما أدري وين ربنا كاتبه. يعني بالنهاية تحب تأخذ بدوية؟ أقول يعني أخذ من ثوبي، يعني يمكن ما أكبر عليها ولا تكبر علي. بدو الأردن ماضونا في اندماجهم بالمجتمع الأردني بانتظار أن تحافظ الدولة تماماً على تقاليدهم والفولكلور الخاص بهم، ناهيك عن تأمين البنى التحتية لتسهيل عملهم في المناطق التي يعيشون فيها. إلى اللقاء الأسبوع المقبل في حكاية جديدة من حكايات مع أكرم خزام. Thank you.